جينا نرحموا على ولادنا ومنعونا ما خلوناش ولادنا هذه 6 شهور باش ماتوا وقالوا لنا نفتحوا لكم التحقيق ما فتحوش التحقيق هذه 6 شهور باش ماتوا ما داوهاش فينا مره دابا جينا نرحموا عليهم عملوها وقفه سلبيه نرحموا عليهم ما خلوناش منعونا علاش منعونا على ولادنا هيدا ولادنا حنا ما عرفناهم باش ماتوا ملي كانوا كيغرقوا ما لما رحموهمش توفاني ولدي ومراد ابني مشاو بجوج باقين عرايس يلا عندهم 9 شهور باش عرسوا وانا ولدي كنت ساكنه معاه وكان هو اللي مكلب بيا احمد توفيق وكان مكلب بيا دابا مني مات مسكين الله يرحمه ويرحم المسلمين بقيت انا مرميه في الزنقه دابا مكلفين بيا المحسنين عاطيني فين نسكن واحد البويت فيه كل شيء واش ديك البويت عن المحسنين بيا دائما هكاك باش يبقاو مكلفين بيا دائما دابا حنا كنطلب الحقوق دولادنا انا رانا بقيت في الزنقه لو كانت الدوله تفتش فيا وتجي تشوفني فيا انا راه تبكي عليا دابا كنطلبوا بالحقوق دولادنا قالوا لنا نفتحوا لكم التحقيق ما فتحوا لا تحقيق ما تفكرونا ما عرفونا واش كاين ولا ما كاينينش شي ما عطوناش راس الخيط ما رحموناش شي فين دفنوا ولادنا بالليل دفنوا كل شيء في الليل علاش ما حتى ولادنا ما شفناهمش منعونا من ما نشوفوهمش في مره ما شفنا ولادنا ما عتقوهم دغيا خلاهم ماتوا على خاطر ما عرفناهم كيفاش بقاو ماتوا دابا كنطالبوا الحقوق والمحاسبات ولادنا المسؤولين كاملين مصورتين المسؤولين كاملين اللي عندهم يد في هذا الشهاده كنطالبوا الحقوق دولادنا حنا ولادنا ترزينا فيهم ومشويين ومغيرين دابا جينا نديروا وقفه سلبيه منعونا ناحيه من هنا حيد من هنا واش انا جيت نرحم على ولدي ولا جيت تقول لي حيد من هنا واش انا جيت نسعى لك في الباب ديالك انا ما جيتش نسعى انا جيت نرحم على ولدي فهمت هما يمنعونا حتى من الرحمه نرحموا على ولادنا قالوا لك غنفتحوا التحقيق ما فتحوا لا تحقيق لا حتى حاجه وحده كنشكركم الصحافه حنا الاهل ديال الضحايا ديال فجاءه المعمل برانس حنا درنا واحد الوقفه بغينا نجيو نرحموا الارواح ديالنا حدا الشهداء ديالنا بغينا نرحموا ليهم تفاجئنا بالسلطات وصدمونا وكتمنعنا وكتقول لك هادشي هذا ماشي قانوني ماشي منقول واخا حنا هادشي هذا ماشي قانوني وهذاك المملكه 15 عام هو خدام ما عنده حتى ورقه وخدام في النوار وخدام في الاكاب واش هذاك قانوني هذاك ماله ما قالوش يجيب الرخصه ووقفوا حتى يجيب الرخصه ديالو ما كانش سوق هذه الفاجعه هذه ما كانش هاد الناس يدوروا في الارواح ديالهم وكل واحد راه واقف على ديك الروح اللي مشات له فهمتي يعني هاد السلطات شنو ما فهمنا منهم والو ما فهمنا منهم والو حنا كنطالبوا برئاسة الحكومه يفتح لنا تحقيق في هاد الشيء هذا ويشوف من هاد الناس ويشوف هاد الضحايا اللي وقعوا هادو راهم ارواح راهم ماشي ناس اللي راه ماشي بنادم عادي باس ولا بنادم حماق ولا بنادم في شي حاجه راه الناس ديالو الاهل ديالهم بقاو مساكنه كانوا محتاجين لهم كانوا كيخدموا عليهم كانوا موقفينهم كانوا بزاف الحوايج كاين اللي عنده ظروف مريض كاين اللي الله طايح مسكين في الارض ما عندوش اللي يكون به شكون غيكون بهاد الناس هادو وشكون غيكون بهاد الناس هادو يلا خلينا دارو خصو يشوفوا لنا الحاله ديال الناس جا الشيء هذا دارو المهم حنا كنطالبوا من رئيس الحكومه يفتح لنا تحقيق ويطالب لنا بحقوق هاد الناس هاد الشهداء هادشي اللي كاين الاخ ديالي احمد توفيق والزوجه ديالو عائشه بن عياد الله يرحمه ويستر عليهم فنا ويرفع جميع المسلمين السلام عليكم انا محمد برقيبال اخ الضحيه غزلان برقيبال معمل نسج فجعة طنجة اليوم كانت عندنا واحد الذكرى ديال المده ديال 6 اشهر على الوفاة ديال الاخوان ديالنا وخوتنا وحبابنا وعملنا واحد الذكرى رمزيه ومشينا تما من باب ديال المعمل وكنتفاجئوا بالسلطات كتمنعنا وكتقمعنا على حل الوقفه ديال 5 دقائق ما طلبنا حتى شي حاجه وعاملين الكمامات وعاملين التباعد والسلطات منعتنا وكتقمعنا كتقولنا ممنوع تعملوا حل الوقفه حنا مجرد
وقفه رمزيه لمده ديال 6 شهور ذكرى ديال الفاجعه ديال الذكرى ديال 6 شهور دازت دابا وباقي حتى شي مسؤول باقي حتى شي مسؤولين باقي ما استجبوش مع الطلبات العائلات وراسلنا سعد الدين العثماني الرساله الاولى والرساله الثانيه هو ولي جهه طنجه وباقي ما كاين حتى شي جواب وحنا كنحملوا السلطات المسؤوليه الناس اللي كتحمل المسؤوليه كنحملوها المسؤوليه من الباترون حتى للمسؤول اي واحد عنده شي حاجه يدو في ديك الفاجعه كيتحمل المسؤوليه والدليل على ذلك هو وزاره الشغل مسؤولين كاملين الباترون تا هو كيتحمل المسؤوليه كيخدم معاه القصيرين وبراسو راس ما عندوش كيتحمل تا هو المسؤوليه ذات الشيء هذا حنا كنحمل المسؤوليه كلشي كيتحمل المسؤوليه اللي عنده يدو في هذا المعمل هذا كامل كيتحمل المسؤوليه كلشي من الباترون حتى للمسؤولين الباترون كيتحمل المسؤولين ما خصوش يخدم ولا 15 سنه ولا 14 سنه وما خصوش ما عندوش راسو راس ما يخدمش الناس حيت الناس داخلين يخدموا ما عارفينش واش كاين راسورانس ولا ما كايناش واش اماندس دابا حاليا اماندس دابا هي الاولانيه هي دابا حاليا كتعدل الويدان في الاول كانوا عندها الويدان فيهم 30 سنتيم دابا ما جاب الويدان ها هما فين هما امام في المباشر الويدان فيهم مترو دابا عندنا كتعدل الويدان رانا كامل الويدان كيتعدلوا اذا حنا ياخذنا اللي ماتوا غير تجارب دابا عاد ما ديك عدل الويدان وزاره الشغل القايد المهم اي واحد مسؤول في ديك الفاجعه والمعمل خصو يتحاسب كنطلبوا بالمحاسبه وكنتابعوا الماتش ديال المحاسبه العائلات ضروري حنا طلع حنا خوتنا وحبابنا راه ما نساوهمش وغادي نبقاو مستمرين على الحقوق ديال الاخوان ديالنا باش نحسوا راسنا حنا كمغاربه حنا دابا كنحسوا راسنا ماشي كمغاربه لان الحقوق ديال الاخوان ديالنا باقي ما شناهاش باقي حنا تراسلنا الرساله الاولى والرساله الثانيه للوزير سعد الدين العثماني وما جاوبناش واش حنا ماشي مغاربه حنا راه حنا مغاربه خصو يجاوبنا بعد واش نحسوا براسنا راه حنا مغاربه خوتنا كيما ماتوا خوتي انا ماتت اختي انا وخوت الاخوان كاملين غدا يموت واحد اخر وعده فواجع كنعيشوها في المغرب ماشي غير فاجعه هذه راه فواجع كنعيشوها في المغرب وفين هما السلطات